رجعنا لكم مرة تاني مشاهدينا، وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فكرة طرح العقارات في البورصة وفكرة تصدير العقارات، مش تصدير العقار لبره، تصدير بيع العقار لبره عشان يدر ليا من مستثمرين أجانب يشتروا عندي هنا، يدر ليا دولارات، يساهم بشكل عام في حل الأزمة وبشكل خاص طبعا في اللي احنا بنعاني منه من يعني قلة السيولة الدولارية اللي بتنعكس على الأسعار والسوانية. طب تعالوا نعرف أكتر من ضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة في الاستوديو. بيشرفنا يكون معنا المستشار أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري. أهلا بيك أستاذ. أهلا بحضرتك فندم، وأهلا بالسادة مشاهدين برنامج حضرتك. أهلا بيك فندم. وبيشرفنا يكون معنا الأستاذ أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك أستاذ، شرفنا بحضرتك. سيادة المستشار، عايز أبتدي مع حضرتك للفكرة دي في هذا التوقيت وتأثيرها على سوق العقارات في مصر جات إزاي؟ هي في الحقيقة طبعا القيادة السياسية من الوهلة الأولى كانت مهتمة بالقطاع العقاري لأنه بيمثل جزء كبير قوي من الاقتصاد القومي عندنا أو المدخلات في الاقتصاد وكذلك العمالة فيه. بحثت سبل كثيرة لحلحلة الأمر أو لترويجه أو لإنعاشه. دي كانت آخر فكرة مطروحة اللي هي أننا نحطه على المائدة بصورة جديدة يعني. الفكرة بتاعت أنه هو ينزل بالطريقة دي طبعا كان ليها مفروض تبقى ليها ترتيبات قبلها. الترتيبات دي بتم اتخاذها دلوقتي وبيتم تناولها طبعا، منها الجزئية أننا طبعا هيبقى التعامل فيها مع الإسكان التجاري والإداري فقط، بحيث أن تصدر وثيقة بجزء 50% تقدر نبتدي نتناولها عن طريق اللي هو الصناديق أو عن طريق اللي هو البورصة. تمام. طيب دي من شأنها أنها ممكن تدر عائد بالعملة الصعبة لبلدنا كجزء من الحلحلة أو كجزء من بداية تصدير العقار. تمام. وطبعا احنا كغرفة لنا اطروحات تانية نقدر نتناولها مع الموضوع ده بعد شوية. تمام. ان شاء الله. لسنة. طيب هل استاذ احمد احنا مستوى الاستثمار العقاري عندنا بمستوياته المختلفة، بس طبعا الحاجات اللي هتتصدر لبرة او اللي هتروح للمستثمر لبرة ليها مواصفات مختلفة، هل دي بتتفق مع المواصفات العالمية اللي ممكن تجذب مستثمرين ان هم ييجوا يشتروا عندنا هنا عقارات؟ هو الفكرة أستاذ شنودة في موضوع تصدير العقار مش المنتج العقاري، لأنه أنت على مدار الخمس سنين اللي فاتوا بقى عندك تنوع في شكل المنتج العقاري المقدم، ويمكن بتشوف ده دلوقتي واضح في العالمين الجديدة أو العاصمة الإدارية أو ما يسمى بمدن الجيل الرابع أو المدن المستدامة. ده ما كانش موجود عندك قبل 2013، لكن كانت العقبة وما زالت يعني في بعض التحديات متعلقة شوية بالأطر التشريعية اللي بتنظم عملية تصدير العقار. يعني أنت كان عندك على سبيل المثال إنه القانون بيمنع إنه الأجنبي اللي يتملك عقار في مصر إنه يقدر يسجل العقار ده. فبالتالي النهاردة أنا كمواطن أيا كان جنسيتي هاجي أشتري عندك ليه وانا مش قادر اسجل عندي يعني في الشارع العقاري انه يسجل في الشارع العقاري؟ طبعا القانون ده يعني تم تعديله او جاري تعديله. النقطه الثانيه انه كان عائق يا استاذ احمد طبعا، وما زال يعني 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 الفتره الحاليه بيتم دراسته في البرلمان ان هو يتم طبعا بالتعاون مع غرفه التطوير العقاري انه يتم يعني تعديل او تجاوز هذا القانون والغائه. تمام. النقطه الثانيه كان عندك على سبيل المثال انه المواطن الاجنبي ما يقدرش يتملك اكتر من عقارين داخل الدوله داخل مصر. ولو اشترى في اسكندريه يشتري في القاهره العقار الثاني، القرار الاثنين يبقوا في محافظه واحده في نفس المدينه. القرار الاخير لسياده الرئيس لغى القانون ده وسمح بتملك الاجنبي الاكثر من عقار. الحاجه الثانيه بقى ودي يمكن شويه اللي احنا بدون تحديد عدد يعني عايز ابقى اربع خمس عقارات اشتري طبعا ده مصلحه الدوله يعني ده من مصلحه الدوله. الحاجه الثانيه بقى وده اللي الدوله شغاله فيه دلوقتي فكره انه النهاردة منح الإقامة أو الجنسية، وده اللي خلى دولة زي تركيا النهاردة أو الإمارات تحديدا محققين أرقام كبيرة جدا في ملف تصدير العقار. أنا عايزك توضح لي النقطة دي لأنها عملت لبسة عند طيب بعض. تصدير العقار بيمثل من حجم التجارة العالمية سنويا وفقا لآخر تقديرات منظمة التجارة العالمية بتتكلم دلوقتي من 250 مليار دولار لحوالي 300 مليار دولار. نصيب مصر منهم لا يتجاوز 2%. شوف بقى رغم حالة التنمية العمرانية اللي انت بتعملها على مدار الخمس سنين اللي فاتوا، عملت لحد النهاردة أكتر من 14 مدينة جديدة من إجمالي 22 مدينة في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، عملت العالمين وعملت العاصمة والجلالة وكل التطور اللي حصل في شكل المنتج العقاري ده انت ما قدرتش لحد النهارده تجاوز. طبعا الشق التشريعي شويه كان بيمثل عائق، لسه اقول لحضرتك اكيد ده كان طبعا. الحاجه الثانيه النهارده انه اللي بقى فكره التسويق، ويمكن يعني في حقيقه الامر احنا متاخرين شويه في الموضوع ده. النهارده اكتر بالمناسبه يعني اكتر مواطنين او اكتر جنسيات بتشتري عقار خارج اراضيها هم الانجليز.
في الشرق الاوسط الوجهه الاولى ليهم الامارات وتركيا. ده طبعا معروف. تمام. طيب التسهيلات بقى اللي بتمنح النهارده ده على صعيد المواطن. تصدير العقار برضو ليه شق تاني، ان انا استقطب المستثمرين ورجال الاعمال النهارده ان هم ييجوا يشتروا او ينشئوا شركات عقاريه عندي النهارده ويوفروا فرص عمل وتاثير. يعني كل ده مش مجرد ان هم يشتروا عقارات بس كمواطن، لا يستثمر. ده النهارده كمان فكره ان دخول رجال الاعمال او مستثمرين الاجانب ان هم ينشئوا شركات عقاريه عندك وياخدوا اراضي مثلا في مشروع زي العاصمه او العالمين او الجلاله او يطوروها. ده اسمه تضاد، وده على فكره ده اللي يهم الدول كمان اكتر، لان النهارده القطاع العقاري استاذ شنوده بيشغل لك ما يقرب من حوالي 95 صناعه. عشان كده وقت كورونا في مصر كان القطاع العقاري هو القطاع الهيكلي اقتصاديا داخل الاقتصاد المصري الوحيد اللي شايل البلد. صح، لانه النهارده يقدر يستقطب كل انواع المؤهلات الدراسيه والنفسيه. انا هرجع لحضرتك تاني يا احمد، بس عايز برضو اسال سياده المشرع على حاجه، لان الموضوع فيه تفسيرات كتير هتفتح معانا في الحديث. هو ايه الفرق بين البورصه العقاريه والصندوق العقاري؟ عشان ده برضو ممكن يعمل يعني الفرق بين دي ودي. بالنسبه للبورصه حضرتك، حتى لما تم تناولها من القياده السياسيه اتحددت في وجهه معينه. الوجهه دي زي ما قلت لحضرتك انها تتعامل مع الاداري والتجاري فقط، وتبقى بنسبه 50% وعلى الشيوع، بحيث انها تصدر وثيقه تقدر يتم تداولها في البورصه. ودي حاجه تبقى ايه، ورقه بتم تداول النسب بتاعتها. تمام. وتعلى الاسعار بتاعها. اما حضرتك الصناديق العقاريه فدي شركات كبيره، يعني او شركه المجموعه بتاعت الصناديق العقاريه بتخش تشتري مجموعه كبيره من الوحدات، او ممكن تشتري كامباوند بالكامل يعني، وبتطرحه بقى هي بالطريقه بتاعتها تاني. فوجهه النظر مختلفه، اي ما يكون بقى اسكاني او تجاري او سياحي او سكني او حتى اداري. الوجهتين مختلفتين. في حتة مهمة جدا جدا تناولها الدكتور فعلا في الحديث بتاعه، تسمح لي أرجع عليها، اللي هي بتاعت اللي هو أننا فعلا الاهتمام بأننا نستقطب المستثمرين. يعني كل المجهود اللي القيادة السياسية بتعمله علشان يعني نحل الأزمة أو نفك أن الدولار يبتدي يخش مصر. أنا من الغرفة عندي وكقطاع واحد من قطاعات الصناعة اللي هو موجود في اتحاد الصناعات المصرية، لمست على وجه خصوصا أن المستثمر بيجي على العتبة بتاعت الباب بتاع مصر، وبعد ما يعمل الإجراءات كلها يرجع تاني. أيوة. ودي كانت مرعبة بالنسبة لي، يعني لازم أشوف إيه السبب، لأن كان في من الناس اللي هو حتى الدكتور يقدر يعرفهم، يعني مطورين عقاريين محترمين، جه في وقت من الأوقات استقطب مطور سعودي على وجه التخصيص يعني، وتوافق معه على كل التفاصيل بتاعت الشركة اللي هيقوموا بيها مع بعض، ولكن جه السعودي ده حصلت ان هو توعك في ان هو يحول فلوس لمدة اسبوع، وبعدين جه بيحولها الاسبوع اللي بعديه مدير مكتبه قال له كويس اننا ما حولناش، احنا دلوقتي هنحول نص الفلوس اللي هو بيساوي المليار برضك. فالراجل السعودي قلق، قال له لا ما تحولش خالص، توقف بقى، احنا كده ممكن رأس المال بتاعنا يتآكل، يعني احنا كنا حطيناه كان هيتآكل. احنا كغرفة او انا عملت مبادرة معينة كده، هو لسه في صدد الدراسة، كنت عرضتها على مكتب وزير الصناعة وعرضتها على رئاسة الوزراء، ولسه هي مفروض ان الجهة الاختصاص بتاعتها اللي هو محافظ البنك المركزي. اننا علشان نحل المقولة دي، مش بس للعقار بقى يعني، أيوة، مش للقطاع العقاري، اننا استخدم المستثمرين بصورة عامة. قلت اننا ممكن في مصر نعمل حاجة اسمها وثيقة ضمان للمستثمر الاجنبي. وثيقة الضمان للمستثمر الاجنبي دي يعني بقول هو تعالى هات انت هتخش برأس مال وانت داخل بيه اللي تعمل مشروع، هنفترض ان هو مليار دولار، انا هتعهد فيك في الوثيقة انك تاخد المليار دولار بعد سنة، يعني السنة الأولانية إنك أنت بتبدأ المشروع بتاعك، لو عايز تاخدهم ترجعهم تاني بعد السنة ترجعهم تاني. مفيش أي مشكلة، وندي بيها صلاحية برضك لمدة 5 سنين أن هو يقدر يتعامل بالجزئية دي. أما الأرباح بتاعته اللي يتعامل معها دي هتتعامل مع السعر العادي بتاع السعر اليومي. تبقى مطمئنة ليه أكتر. بالطريقة دي أنا أبقى كسبت أن أنا الراجل اللي عايز يخش ما يبقاش قلقان أن فلوسه تتآكل في خلال سنة. ويقدر يخرجها بالطريقة اللي هي سهلة، زائد أنا كبنك مركزي هبقى ضمنت ان انا اخذت قرض معين مقداره كذا بدون اي فوائد عليه. وانا بطريقه غير مباشره. بطريقه غير مباشره، زائد ان ممكن يستمر. موجوده سياده السفير، يعني اسمح لي ان انا يعني اقول لحضرتك انه يمكن في القرارات الاخيره اللي صدرت من الهيئه العامه للاستثمار من ضمن التعديلات ان هم سمحوا النهارده لاي مستثمر يقدر يتخارج في اي وقت باستثماراته من سوق مصر بشرط اختار الدوله في مده لا تقل عن عام. انا لسه كنت هاجي لك في موضوع وفكره تاسيس الشركات كمان النهارده ان هم يمكن البوابه اللي اطلقوها مؤخرا هي دي جزئيه رد على جزء التخارج فتحوه. لكن انا بقول هو الراجل السعودي دون رفض، قال لك انا عييت اسبوع
رأس المال بتاعي في الأسبوع ده، ولو أنا كنت حولت نزل للثلاث أرباع، أنا بقول بدي لك وثيقة ضمان مستثمر أن اللي أنت هتخش مثلا بمليون دولار هتاخدهم مليون دولار، مش هيقول له ولا مليم حتى لو سعر الصرف اختلف. يعني واخد قرض من الناس دي، وبالتالي هقول له أنت أخدت من قصاد المليون دولار دولا 10,000 جنيه، 100,000 جنيه مصري، هترجع لي 100,000 جنيه بصرف النظر عن قيمة وتاخد أنت الدولارات بتاعتك اللي دخلت بيها مرة أخرى. دي هتدي وثيقة ضمان للمستثمر أنه هو رأس ماله مش هيتاكل، هيفضل رأس ماله محتفظ بيه، الأرباح بتاعته هتبقى ترتفع وتنخفض. معلش يا سيادة المستشار هسألك على حاجة، طب ما تغيير سعر العملة ده بيحصل في دول تانية من اللي تم ذكرها، يعني هي تركيا اللي فيها التجربة دي ما حصلش فيها تغيير سعر العملة؟ أنا يهمني بلدي حضرتك يا فندم. يعني أنا قصدي يعني أنا أنت هو قلق، ما هو إحنا برضو بص العملة عندهم متدنية. تركيا لجأ في وقت من الأوقات في سنة كذا أن هو عمل وثيقة أخذ من الشعب بتاعه الذهب بتاعه وضمن لهم أن هو هيرجع لهم الذهب بالوزن والشكل اللي هم اخذوا بيه باي صوره من الصور بعد فتره معينه. وبالتالي حل الازمه اللي عنده بالطريقه دي. انا طيب عندي ازمه يعني للعمله، انا عندي ازمه دلوقتي ان انا عايز استقطب الدولار بتاعي العملة باي صوره من الصور، وعندي ناس مستثمرين كتير جدا عايزين يخشوا مصر، عايز ابقى سوق جاذب ويشتغلوا فيها. فهو بيجي عند البوابه يقول لك انا مش هدخل مثلا مش هدخل مليون دولار، وبعد اسبوع اكتشف انهم بقى 750 قلت. فانا علشان اكتذبه اقول له تعالى اخش بفلوسك المليون، هيبقى هم مليون عايز تطلع بيهم بعد سنه، هتبقى هم المليون، مش هتخسر فيهم حاجه، وبالتالي ارباحك هي اللي هتبتدي تتعامل مع سعر الصرف اليومي حسب ما بتحب تخرجها. تمام. انا عملت سيرفي كده سريعا مع كذا مستثمر اجنبي يعني عربي، قال لك لو في حاجه زي كده طبعا انا كده اشتغل وانا ظهري مطمئن. رغم ان القياده السياسيه قالت ما فيش تعويم في الفتره اللي جايه، لكن هم ليهم مجريات الامور الحقيقيه قصادهم. الوثيقه دي ممكن تصدر من محافظه البنك المركزي. انا عملت المشروع بعته للحتت اللي انا قلت لحضرتك عليها الجهات دي، لكن هو المختص بالامر ده هو محافظ البنك المركزي، فمفروض نقعد معاه ونتشاور معاه في الجزئيه دي. دي ممكن تدخل فعلا يعني مليارات الدولارات. طبعا وهتشجع الحالات اللي زي دي، واكيد الحالات اللي زي دي وغير كتير. وغير كده كمان انا مطور واحد، او يعني بالنسبه لي انا في القطاع بتاعي الغرفه مطور واحد بيخش يشتغل بيعمل بيشغل لي 3000 مهنه ووظيفه. أيوة. فبالتالي بيعمل لي حلحله في حاجات كتير، يشجع غيره انه يجي، وده اللي احنا عايزينه. وده والسناره سهله. طبعاً. انت بتدي وثيقه مضمونه. حلو التعبير ان السناره سهله دي. صحيح انا على سيره برضو السناره سهله دي هستاذن حضرتك اسال برضو استاذ احمد على نقطه المحفزات اللي هي محتاجين نديها للاجانب. يعني استاذ مستشار قال الموضوع بتاع المقترح ان هو يبقى في ضمان ليه لمده سنه. تمام. ايه المحفزات الثانيه بقى يا استاذ احمد اللي احنا ممكن نديها للناس عشان لهم تعالوا والسناره بقى ما يبقوا سناره تبقى سناره واثنين وثلاثه؟ شوف استاذ شنوده في تصدير العقار تحديدا علشان تنجح فيه لازم تشوف التجارب اللي حواليك اللي نجحت سواء اقليميا او عالميا وهم بيعملوا ايه، ولازم تقدم زيه على الاقل او شيء يفوقه. الحاجه الاولانيه طبعا كان موضوع الجنسيه والاقامه، ويمكن احنا عندنا في مصر عشان موضوع الجنسيه ده يمكن كان شويه الاعتبارات متعلقه بالامن القومي والكلام ده، لكن يمكن سياده الرئيس فتحها في قراره الاخير فيما يتعلق بالاقامه او منح الاقامه. انت النهارده في مصر عندك ما يقرب من حوالي 12 مليون لاجئ من اليمن وسوريا والعراق وليبيا، فبالتالي النهارده والسودان مؤخرا، فانت النهارده عندك قوه كبيره جدا لو فتحت لها فكره الجنسيه طالما يتماشى مع الاعتبارات الامنيه، ده هيدخل لك قدر كبير جدا من العمله الصعبه. الحاجه الثانيه في عائق بقى مهم جدا امام نجاح تصدير المنتج العقاري في مصر. ليه بقى؟ لانه غالبيه المطورين هو بيسلم المنتج العقاري عنده نص تشطيب او بدون تشطيب. والاجنبي اللي جاي من بره هو ما عندوش وقت ولا يعرف الصناعيه هنا بقى علشان يفضل قاعد قدام الشقه او المحل او المكتب اللي اشتراه فيأجره. فده واحد من اهم العوائق النهارده اللي بتعوق فكره تصدير العقار داخل مصر. الحاجه الثانيه النهارده دي مش هتعمل، معلش دون قطع كلامك، ما هو انا كل واحد جاي لي من حته عايز تشطيب معين، طب ما دي ممكن لا ما هو انت النهارده على سبيل المثال هديك مثال وضحها لي اكتر. على سبيل المثال انت مثلا عندك في العاصمه الاداريه منطقه الداون تاون عندك ما يقرب من حوالي 240 مشروع. تمام؟ تمام. او منطقه الام يو 7 المجاوره لمنطقه السي بي دي فيها النهارده ما يقرب من 40 مشروع. تمام. النهارده انا لو عندي 40 مطور مثلا في منطقه زي منطقه الام يو 7 دي كلها ابراج كلها تاورز، فالنهارده انا مثلا ساعات السفير بيسلم كمطور بمواصفات تشطيب معينه، حضرتك بمواصفات تشطيب معينه، فالنهارده في ازواق كتيره مختلفه او تنوع في شكل التشطيب او المنتج العقاري اللي بيتم تسليمه. تمام. اكيد لو هو ما عجبوش هنا هيشتري هنا او هيشتري عند حد تالت. فبالتالي النهارده لكن هي الفكره اصلا ان انت ما بتسلمش تشطيب جاهز،
صحيح. هي هي الحته دي هو اتحلت عندنا نموذجين ما اقدرش اقول اسمهم يعني، اتنين مطورين حلوا الجزئيه دي. ازاي؟ عملوا حاجه اسمها الابرت اوتيل، يعني بقت مع نموذج فندقي لازم يعجب اي حد، يرضي جميع الاذواق. هو النموذج الفندقي ده بيعجب اي حد، لان زي ما تخش اوتيل 5 ستار ولا 7 ستار انت ساتسفايد. ده النموذج اللي انت بتشوفه. هو عملوا كده النماذج دي، ودي النماذج اللي فعلا اللي بيتم التسويق عليها خارج مصر، وده اللي مخلي كان العقار بتاعنا يتاخر في التصدير. نقطة مهمة جدا طبعا. اولا المساحات لازم تنخفض الى مساحات مقبوله 50 60 متر، وده ما كناش بنشتغل فيها خالص. لازم نلجا للابرت اوتيل اللي هي النماذج تبقى فندقيه كلها، ولازم نعلي اللكشري، لان الراجل اللي بيجي يشتري عندنا دلوقتي عايز ياخد خدمه عاليه. هو مش جاي يقعد في شقه ولا يقعد في حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا استاذ مشار، بتقول لي المساحات، احنا ثقافه المساحات عندنا كمصريين دي كانت عائق كبير قوي مختلفه عن الاجانب. على الرغم من بره ممكن يرضي 70 متر صحيح. انا هنا عايز 300 صحيح. هو بيقدر يعيش يوم بس 70 متر و60 متر يستغلهم عندهم منطقه خدمات حواليهم. طبعا ما انا فاهم، يعني حمامات سباحه وساونا بتخدم ومنطقه للي هو اللي عايز يعمل حفله بتاع. لازم تبقى هي رؤيه تانية حضرتك علشان نبتدي نستعد لتصدير العقار. لازم نهتم بالتفاصيل اللي هي البسيطه دي، اننا نخفض بالمساحات، ان تبقى المنطقه اللي الخدمه فيها زي الابرت اوتيل فندقيه، ان تبقى الخدمات اللي بتحواليها بتفي باحتياجات الراجل اللي هو المستثمر الاجنبي اللي هو جاي يقعد. انت حضرتك مش فكره بتبيع له شقه بس، انت بعديها خدمه بتاخد منه بيبتدي يتعامل ويشتري ويبيع ويتعايش بطريقه لازم تبقى سلسه ومضبوطه زي ما هو عايش في بلاده بره. وبالتالي احنا عندنا نموذجين فعلا من مطورين عقاريين قاموا عملوا النماذج دي، وفي الحقيقه هي خلصت على طول، ما يعني ما خدتش وقت معاهم خلصت على طول. يعني هي المشكله حضرتك ان انت لسه ثقافه معظم المطورين مش قادر يعي ان هو يبني 50 60 متر. حتى للاسف هو شغال بالمواصفات اللي بيعملها للمصري، لان المصري كمان ما بيحبش الحاجه مش شطبه، لان ممكن هو يشطب فيوفر له. طب ما اجي معاكم بقى في التفاصيل. ما هو برضو احنا كمصريين، انا مش هفرض على الناس حاجه، بس احنا برضو واحنا بنطور نفسينا لسوق خارجي أيوة. لازم انا اطور، يعني لازم انا اهيب. انا مش هقول لواحد اسكن في 60 70 متر، بس لازم ان انا ما انا ببص دايما لبره. ببص للي بره عايشين ازاي. طب ما تبص للي بره ان في عنده المساحات مختلفه، فانت مش لازم يبقى تفكيرك في المساحات الكبيره اللي بتتطلب عفش كبير. كلام حضرتك صح، بس احنا بنصرف حاجات بلا طائل. بس احنا حضرتك النموذج اللي انا اعتبر نموذجين ناجحين عملوا الحتتين في نفس الكامباوند اللي هي وحدات، وابتدوا فعلا يبيعوا. خلصوا. خلصت. خلصوا كمان. خلصت حضرتك، لان هو واللي اشتروا كمان مصريين. يفتحوا نفس التانيين بقى هو حضرتك اللي اشتروا كمان مصريين يعني. عاملين وحدات كبيره شقق عاديه جدا جدا، وعاملين وحدات فندقيه. اللي اتباع الاول وحدات الفندقيه. يعني تخيل حضرتك الوحدات الفندقية هي اللي اتباعت رغم انها اغلى. لو قست سعر المتر فيها اغلى بكتير من سعر المتر. عشان نوضح برضو للناس، انا برضو عايز ابسط الموضوع للمشاهد العادي. فكره الوحده الفندقيه زي ما كنا بنسمع زمان يقول لك فلان مثلا مش عايز يعيش في شقه، عايز يعيش في حاجه بنظام فندقي، بس دي تبقى ملكه، هي دي المقصوده. عشان بس نبقى موضحين للناس. ايوه بالظبط كده. تبقى ملكه وفيها اللكشري كلها، في ريسبشن تحت بيستقبل كل الناس، ما تستقبلش حد عندك في الفوق. فيها حمام سباحه تحت، فيها اوضه بتاعت غسيل تحت، فيها يعني تركيبه معينه حضرتك بحيث ان انت تبقى السكشن بتاعك الفوق دون للاستراحه، ما هوش للزيارات زي ما احنا زي ما بنروح نقعد في فنادق مثلا شبيهه بكده بس على اوسع. تمام. يعني زي سويت. ما انا فاهم قصدك، كانه سويت في فندق. سويت كبير في فندق يعني. تمام. استاذ احمد، احنا نقدر في خلال قد ايه ان احنا الكلام ده يبقى له مردود؟ يعني سياده مشار وضح لنا شويه حاجات اتعملت واتحلت واثر. احنا نقدر في خلال قد ايه مردود ده علينا نبتدي نحسه بقى؟ يعني انا في الحته العقاريه، فان انا يعني ناخد وقت قد ايه عشان نقدر نعمل ده؟ هو انت يعني بتشتغل على كل المستويات، ويمكن حقيقي يمكن فكره لقاء يعني دوله رئيس الوزراء مؤخرا بمحافظ البنك المركزي وفكره طرح مبادره لتصدير العقار، هو النهارده بيشوف من خلال الاليات او الجهات اللي بتساعده، على راسها طبعا غرفه صناعه التطوير العقاري، التحديات الموجوده في السوق. النهارده انت المنتج العقاري بتاعك ده الرئيسي، انت بتقدم منتج، طبعا التحديات زي ما قلت لك ان احنا بنسلم نص تشطيب او من غير تشطيب. الحاجه الثانيه ان
انه غالبيه مشروعاتنا اوف بلان، يعني مشروعات غير جاهزه للاستلام. فالاجنبي النهارده ما بيجيش يشتري حاجه لسه ما اتبنتش، هو عايز يدفع يستلم يستلم. فانت النهارده غالبيه المطورين او قطاع كبير جدا من المطورين العقاريين عندك داخل مصر هو بيطرح المشروع الاول للبيع ويبيعه سواء بشكل مرحلي وبعد كده يبدا يبني. يعني محتاج اغير القصه طبعا طبعا. فطبعا دي بترجع بقى لعوامل الملاءه الماليه للمطور العقاري نفسه. هيجي يقول لك بقى المطور انا محتاج تسهيلات عشان اقدر ابيع. هو انت برضو ده هيرجعك لحاجه مهمه، التمويل العقاري عندك في مصر النهارده. التمويل العقاري في مصر لحد النهارده في قصور كبير جدا، انه لا يعطى سوى للعميل فقط وعلى وحده جاهزه للاستلام. لكن النهارده لو احنا وسعنا دائره التمويل العقاري يمنح للمطور طبعا يمنح بضمان المشروع او الايسكرو اكاونت او كل الامور دي، والبنك يخش معاك والبنك. بس البنك يرجع يقول لك ايه؟ يقول لك طب انا النهارده مش ضامن، انا حدي ضمان ازاي على حاجه مش موجوده؟ طب لو حصل لا قدر الله ازمه رهن عقاري الشركه او الهيستوري بتاعها ده مش ضامن. غالبيه 95% من شركات التمويل العقاري في مصر النهارده حديث العهد بالتمويل العقاري. الفكره بتاعت التمويل العقاري بالظبط. فانت النهارده عندك التوب 10 او اقوى 10 شركات هم يتعدوا على الصوابع. لكن النهارده انت عندك مثلا مشروع زي العاصمه الاداريه 99% من الشركات الموجوده في حديث العهد بالتطوير العقاري، 1% شركات. طب ما نبتديها بالعاصمه الاداريه، ما هو البنك هيبقى ضامن شركه شغاله في العاصمه الاداريه. البنك شركه العاصمه الاداريه ما لهاش علاقه بالضمان. شركه العاصمه الاداريه هو هي بتطور مساحه ارض، لكن جواها مطورين عقاريين هم بيطوروا مشروعات. البنك النهارده يهمه الوحده العقاريه اللي هيعطي عليها الضمانه او الفلوس. انت محتاج يا استاذ احمد تقول ان سياساتنا التمويليه والتمويليه طبعًا محتاجه طبعًا تعديل طبعا طبعا. النقطه دي اكيد طبعا طبعا. كمان يمكن النقطه اللي ذكرها سياده السفير انه ثقافة صناديق الاستثمار العقاري، يعني انت النهارده هديك مثال، دولة زي السعودية فيها 14 صندوق استثمار عقاري. انت دولة بقى بحجم مصر، احنا النهارده عندنا تقريبا صندوق واحد او صندوقين. 14 صندوق بقالهم قد ايه؟ بتتكلم في مدة لا تقل عن سنتين او ثلاث سنين لسه يعني. النهارده وانا لو نويت وخدت النهارده وانا النهارده وانا بكلمك استاذ شنوده بس نلبي الاحتياج اللي مطلوب حضرتك. ما انا مش هعمل يعني وحدات المواصفات الوحاد اللي يقدروا يخشوا يلبوا الاحتياجات دي دلوقتي، لان زي ما حضرتك قلت ايه هم اللي ممكن يكونوا العشرة الكبار. لان هو ده اللي يقدر يعمل حاجه جاهزه متشطبه بمساحات صغيره ويرجع بيعها لغايه لما تتبني بالكامل. لان طبعا المطورين الصغيرين ما يقدروش يقوموا بالتركيبه دي. طبعا هسال سؤال بقى عملي، خلونا برضو ايه انا بحاول ابسط قدر الامكان. عشان في حاجه هو حضرتك علشان نحط ايدنا، احنا قلنا من غرفه من فتره علشان نحط ايدنا على تصدير العقار، دي حقيبه تقيله قوي لازم تتكتف فيها مجموعه من الوزارات بصوره عامه طبعًا. منهم الخارجيه ومنهم الاعلام ومنهم بنك مركزي وإدارة والصناعه مجموعه تتحط على ترابيزه واحده على والداخليه ووزاره الهجره تتحط وتعرف مجموعه عمل مجموعه عمل عشان يعرفوا. لان انا حاولت مع وزاره الصناعه متمثله في التمثيل التجاري وعملت بروتوكول تعاون علشان اصدر العقار فيها. فوجئت بحاجه ان اولا الخطوات بطيئه لان يعني مرحلة يعني واحدة بس بتعامل معها. تاني حاجة ان انا على بال لما ابتديت اديهم الوحدة اللي انا عايز اعملها كانت مصانع، مشروع مصانع مش هقدر اقول اسمه برضك طبعا. على بال لما بعت لهم كانت المصانع اتباعت. يعني على فكرة احنا القطاع العقاري في مصر قطاع قوي جدا جدا، وعلى فكرة والناس برا عينهم عليه لان ارباحه معروف ارباحه كويسة. واصبح عندي برضو اكد على كلام حضرتك عشان الناس برضو بتسأل، واصبح عندي شبكة طرق وموانئ بنية تحتية متكاملة وبنية تحتية قوية. الدولة ساعدت، انت جاي تاخد باكج حضرتك، الدولة ساعدت بقدر رهيب عشان الناس بس تقول الطرق والطرق لا الطرق حضرتك احنا بالنسبة لنا الدولة ساعدتنا القطاع العقاري الدولة ساعدت فيه جامد قوي بكل السبل، اما بامداد شبكات اما بطرق اما انها كمان كانت بتبدا انها تحط النواه او البذره بتاعه المشاريع اللي بتعملها اللي هي الاسكان عشان تدي عامل الامان عشان تدي نقدر احنا نروح بعديها انا ما نقدرش نروح احنا من فراغ فساعدت جامد طبعا مساعده الدوله للقطاع بتاعنا يقينا بان هذا القطاع بقول لحضرتك 35 مليون بيشتغلوا فيه يعني قطاع واحد القطاع العقاري 35 مليون بيمثل من 18 ل 20% من الدخل بتاع الدخل القومي بتاع مصر. فطبعا القياده السياسيه لما بتبص انها تعمل حاجه زي كده وفي ناس مش متخيله ان دون ايه لازمته دلوقتي، احنا كقطاع عارفين اللازمه قوي، ولذلك احنا بنرفع الشابو للقياده السياسيه ودوله رئيس الوزراء. احنا ما طلبناش طلب من دوله رئيس الوزراء لحاله او تيسير النشاط بتاعنا الا ما كان فخامته بادر بالموافقه على طول. انت عارف حضرتك استاذ مشار قربت الفكره، لان الناس بتقول لك ايه البنى البنى البنى، ما هو الفكره اللي احنا بنتكلم فيها النهارده هي ظاهريا بنى بس هي توازي انشاء مصانع.
يعني الناس تقول لك ايه طب فين، ما هو الفكره دي لو اتنفذت توازي انشاء 30 40 مصنع كبير. طبعا طبعا صح كده ولا انا فاهم غلط؟ ولذلك احنا عندنا فعلا يعني عندنا خير جامد قوي قوي. لسه احنا ما فتحناهوش، القياده السياسيه بتحاول تعمل كل اللي تقدر عشان يتفتح، لكن واضح اننا مش قادرين نمشي مع السرعه بتاعته. احنا حضرتك لغايه دلوقتي هقول لحضرتك ليه، احنا لغايه دلوقتي ما نفذناش على البنيه التعمير على جمهوريه مصر العربيه الا 9 وكسور من 10، يعني فاضل لنا تخيل بقى 9 وجزء من 10، يعني نقول 9.5 مثلا على مناطق التعمير دي كلها، كلها تخيل بقى نسبة التعمير بتاعتنا، يعني فاضل لنا على الأقل 90%. 90% دي حضرتك أراضي ماتيريال مش موجودة في دول كتير قوي قوي قوي، ومصر محل اهتمام سواء من البيئة بتاعتها والمناخ والطبيعة بتاعتها. فكل دول حضرتك احنا للأسف احنا محتاجين قد المطورين اللي عندنا. انا عندي دلوقتي يعني مسجلين فعليين يعني 1000 مثلا و1020 او 1060، وفي ستاند باي 6000، احنا محتاجين قدهم مرتين ثلاثه عشان نبتدي نتحرك. السوق يحتمل ان يخش فيه مستثمرين ومطورين. يحتمل كتير قوي، بس هي الاجراءات بقى. طيب انا عايز اسال بقى، اخد من النقطه بتاعتك دي واروح لاستاذ احمد. طب ليه احنا ما بنبصش على دول زي الامارات وزي السعوديه تحديدا، طبعا دبي دلوقتي واللي بيتم في السعوديه، النماذج دي نجحت ازاي واعمل زيها بما يتفق، مع كامل احترامنا طبعا اشقائنا العرب، بس انا عندي عامل جذب، انا عندي عامل جذب قويه جدا. النهارده يعني وانا بكلم حضرتك، عمان اعلنت على انشاء اول مدينه ذكيه مستدامه زي العاصمه الاداريه كده عندها بحجم بيفلي هيلز. فانت بتتكلم على مدينه عملاقه حتم. فالنهارده حواليك، انا مش بكلمك على العالم، اقليميه منطقه الخليج العربي والسعودية والإمارات، النهاردة الدول دي بتسابق الزمن في التطوير العقاري. ويمكن زي ما سعادة السفير قال لحضرتك إنه النهاردة الاستثمار يا أستاذ الشنودة هو سلعة. ودلوقتي في التوقيت الحالي ما بقاش انت تفضل قاعد مستني ان اللي بره او المستثمر يجي لحضرتك، انت لازم تخرج تبيع السلعه بتاعتك بره. ايوه لازم انت تتحرك. بالظبط كده. تبيعها ازاي بقى؟ تبيعها ان انت تدي محفزات ايه؟ المستثمر دايما هو راس المال جبان، هو لا بيهمه بقى معايير السياسه ولا العواطف ولا الحب ولا الكره ولا اي حاجه، لكن هو يهمه هو هيكسب ايه من حضرتك. فالنهارده عشان تقدر تنافس اقليميا انت تشوف بره، يعني موضوع الجنسيه ده، يعني بقول لحضرتك عندك 12 مليون لاجئ. 12 مليون لاجئ دول رقم كبير جدا، ويتمنوا النهارده انك تفتح لهم موضوع الجنسيه علشان يقدروا النهارده يتملكوا العقار، وبالتالي النهارده يدخل لك قدر كبير جدا من الحصيله الدولاريه. موضوع فكره النهارده انك فتحت، يعني عايز اقول لحضرتك في نقطه، ودي يمكن كانت من العجائب يا سياده السفير، انه الاجنبي اللي بيتملك عقار في مصر ما كانش يقدر يبيعه الا بموافقه دوله رئيس الوزراء. يا خبر، انت بتخيل حضرتك يا استاذ شنوده لو من رئيس يعني انا متمل، انا لو اجنبي بس خلاص الجزئيه دي كان، يعني ده كان، ده الحادثه كام يا جماعه؟ يعني ده خلاص من انا عايز اعرف ده الحادثه كام، كنا عايشين في الفكره ده شهور قليله يمكن. هي بص احنا كان عندنا عشان بس البعد الامن القومي، احنا كان في ايوه بالظبط كده، كان في حساسيه كبيره قوي قوي عندنا من الناحيه الامنيه والقوميه، يعني برضه هو لدرجه ان في اراضي عندنا مثلا في سيناء لا تملك، ده حق امتياز. كل دي لها اسباب حضرتك، مش من خيال يعني. قد تكون الدوله محقه فيها 100%، بس الرؤيه الحاليه دلوقتي كلها حضرتك يعني تبشر بالخير. طبعا ده احنا يعني واضح ان احنا في نقله صحيح تبشر بالخير قوي، بس محتاجه حضرتك متابعه التنفيذ. تمام. يعني انا حضرتك وثيقه الضمان اللي بقول عليها دي مجرد ورقه لسه. اعتقد ان لو نجحنا انها تتعمل دي هتستقطب كم كبير من المستثمرين سواء في كل القطاعات. تمام. مش القطاع العقاري لوحده. يعني انا هستاذنكم بس نطلع فاصل، الموضوع فيه جوانب كتير وكل شويه عمال نفتح فيه نقط، فنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. مشاهدينا مكملين في الموضوع مهم، ممكن البعض يكون شايفه انا مالي ومال الكلام ده، مالك ومال الكلام ده؟ لا ليك في الكلام ده ليه، لان الكلام ده هيدخل عمله صعبه للبلد بقوه، وفي نفس الوقت هتساهم بقى في ان انا اقدر سعر الصرف يتثبت ويفتح مجالات شغل اكتر واكتر. خليكم معانا بعد الفاصل. ناس كتير وقفت تتكلم وتقول العالمين ولازمة العالمين والمصاريف والدنيا وصحراء. لما ابتدت الدنيا تمشي وشفنا اللي بيحصل في العالمين النهاردة، وشفنا مدينة عالمية على أرض مصرية، تعالوا بقى نربط الكلام ده كله باللي بيحصل من تطوير في العالمين، تطوير سياحي وترفيهي وفني والكلام ده كله، بالسوق بقى العقاري. ده انا اصبح عندي مدينه كان في جزء منها في الساحل بيشتغل 3-4 شهور، لا بتشتغل طول السنه، اما اجي بقى ادخل فيها النظام ده وارجع بقى لضيوفي سياده المستشار اسامه واستاذ احمد، النهارده عندي نموذج مثلا زي العالمين الجديده لما يخش فيها حاجه زي كده تاثيرها هيبقى ايه يا سياده المستشار؟ والله لو قلنا
بس تأثيرها حضرتك من ناحية الاقتصاد، فطبعا الأرباح بتاعتها هتكون يعني طائلة. لو قسنا في أننا كدولة بنبتدي نتحضر ونمشي مع الركاب الجديد، فإحنا كان وجوب علينا أننا نعمل مدينة زي كده. مدينة اسكندرية حضرتك بقت محتاجة علشان تعمل لها إعادة ترميم وإصلاح، وده هيتم برضك، مش هيتم، هتكلف أكتر من عالمين 3-4 مرات. لا وخلاص بقت مكدسة وتفر، حتى لو هم ابتدوا ينتقلوا هناك برضك هتحتاج 4-5 مرات من اللي اتعمل في في طبعًا. العالمين العالمين دلوقتي خلاص بتنتقل نقلة تانية خالص، نهائي ما هيش بس مدينة سياحية، لا دي مدينة يعني هتبقى فيها كل السبل. طبعا إنشاءها كان يعتبر أسطورة، زيها زي العاصمة الإدارية الجديدة، اللي الناس برضك ما كانتش متفهمة معنى إيه هي العاصمة الإدارية الجديدة. إحنا ما بدأنا حتى في العاصمة الإدارية الجديدة ما كلفناش الدولة أي حاجة. كان كله مهمة النقطة دي، الجزء كله كان بيغطي نفسه من نفسه. يعني طبعا كل يعلم أن المتر الأرض كان في العاصمة الإدارية ما كانش حد يرضى يشتريه حتى بمليم. أيوه صحراء، يعني صحراء صحيح، يعني كمان مؤذية قوي. النهاردة بيتكلب عليها بآلاف الآلاف، يعني حضرتك المتر لو فيها لقيت كمان حاجة ولو قدرت تاخد كمان يعني. النهاردة الحمد لله رب العالمين بقى المتر فيها مغطي تكلفة كل اللي حصل فيها يعني ثراء جامد، والدخل بتاعها آخر هو ده فكرة تطوير أنها حققت نجاحات بمبلغ 19 مليار أرباح. لسه كان أحمد بيقول يعني أنا نفسي بس الناس تاخد فرصة أنها تحكم حكم عادل وصحيح على الأمور، ما تبقاش حكم سطحي. يعني في واحد يبص يقول لك الكوبري ده ملوش لازمة. يعني أنت حضرتك سعادتك قعدت درست وعملت عشان تقول ملوش لازمة؟ خبرة بقى اللي بيفتوا الكوبري ده ما بيتبنيش حضرتك في يوم وليلة، بتبقى ليه دراسات وليه إحصائيات وليه رؤية معينة، رؤية شاملة مش على حتة صغيرة. وبالتالي إحنا لو إحنا استنينا على نفسنا شوية هنلاقي إحنا الحمد لله ماشيين على الطريق الصحيح. ده صحيح فعلا، يعني بقالنا فترة الحمد لله رب العالمين وما بنتوقفش، ما فيش توقف. يعني احنا حتى في عز الأزمة بتاعت الكورونا القطاع الوحيد اللي لم يتوقف هو القطاع العقاري. لدينا حطينا الناس اللي فيها ناس مثقفة كلهم مهندسين والناس عارفين الرؤية ازاي، كنا بنشتغل 3 ورديات، قللنا الاعداد، التزمنا بالتوجهات الدوله اللي بتقول عليها ما يكونش الاجراءات الاحترازيه، وبدل ما تبقى ورديه واحده عملناها 3 ورديات. انجزنا انجاز فوق الوصف في الفتره دي، احنا قلنا وحاجات لقينا طرق وحاجات اتشالت وتهدت، ده اللي حصل الحمد لله. ولذلك مصر بقيه احنا ماشيين. وبعدين القطاع العقاري كتفا في كتف مع الدوله في بناء ارض الوطن، ودي حقيقه. تمام، يعني هم بيحطوا البذره واحنا بنكمل وراهم. تمام استاذ احمد، عايز اروح بقى معاك. لو انا النهارده عايز ابقى الدوله، واضح ان في رغبه عند الدوله قويه في ممثله طبعا في القياده السياسيه ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ايه اللي ممكن يعوق ان انا ابقى دوله جاذبه للاستثمار العقاري؟ يعني ان انا النهارده بتكلم في اغسطس 2023، عايز اغسطس الجاي احس بده، هل ده ممكن احسه بالسرعه دي ولا في ممكن معوقات؟ لا هو بالفعل حصل. يعني انت عندك مثلا المؤتمر الاقتصادي الاخير اللي اتعقد في العاصمه الاداريه، يمكن سياده الرئيس كان طول الحديث بيحاول ياكد وبيقول يعني شوف العاصمه اللي احنا فيها دي، انا لما جيت طورتها كان متر الارض عامل كام، النهارده متر الارض بكام وقد ايه وببيعها ازاي وبعمل ايه. يعني ده النهارده الرئيس حتى كان من الامثله اللي استشهد بيها لما اتعمل الحي الحكومي، هو شركة العاصمة الإدارية أجرته للوزارات، فالنهاردة كان برضو مصدر من مصادر أرباح شركة العاصمة الإدارية. هي الفكرة كلها أنه أنت النهاردة في وقت قليل بتعمل إصلاحات كتيرة جدا، فكنت بتسابق الزمن. ملف تصدير العقار يمكن هو ملف شائك لأنه متداخل، بتتكلم على منتج عقاري لازم النهاردة يتماشى أو يتوافق مع الثقافة المجتمعية والحياتية ومع اللي بيحصل برة عشان تقدر تجيب الأجنبي اللي برة أيا كان جنسيته يشتري عندك. بتتكلم النهاردة على إجراءات تشريعية كتيرة جدا كانت بتعوق، ده بدأت الدولة تشتغل وتتحرك فيها. النهاردة الـ القطاع العقاري عمله من حالة تنمية. احنا كنت بتقول حاجة مهمة جدا يا استاذ شنودة، انه الناس تقول لك ايه احنا بنبني العمارات والطرق والكباري دي ليه والعاصمة وغيره، ما نبني مصنع. ما هو انت النهاردة لما تعالى كده بص على عمارة، بتبني عمارة سكنية او مبنى، انت شغلت مصنع الاسمنت والحديد والادوات الكهربائية والسيراميك والادوات الصحية وكل حاجة،
فدي مصانع برضو اشتغلت. وفكرة زي اللي احنا بنتكلم فيها انا بجيب مستثمر بالضبط. يعني النهاردة معلش انا عايز اقول لك حاجة، لما واحد بقيمة رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور يصرح من كام يوم على الاكاونت الشخصي بتاعه على الفيسبوك يقول انه انا النهاردة جاي ببحث اليات التواجد والاستثمار في منطقة زي منطقة الساحل الشمالي، وان العالمين الجديدة شايف النهاردة يعني انا جيت قضيت عطلة الصيف او اجازة الصيف بتاعتي ما رحتش دولة اوروبية ولا دولة اجنبية، وجيت ان انا اقضيها في مصر في العالمين. فالنهاردة انت بتتكلم يمكن فكر مدن الساحلية السكنية ده ما كانتش موجود عندك. موجود عندنا. الفكرة مش قرية ساحلية بتتعمل، لكن انت بتعمل مجتمع وحياة عمرانية متكاملة. طب انا هقول لكم على حاجة بدون قطع كلامك، انا برضو كان معايا ضيف من اسبوعين بنتكلم على توجهات الرئيس في موضوع اليخوت. ايوه طبعا على الساحل الشمالي. سياحة اليخوت. انا النهارده حضرتك بتقول لي خلف الحبتور ومع كامل الاحترام والتقدير ليه وما شبه في هذا الليفل من الاثرياء، ما انا لما يجي عندي مدن زي دي فيلاقي يجي بيخته او يجي بطياره خاصه فيلاقي المطار ويلاقي الخدمات دي كلها، ما هدي كلها انا النهارده عوامل جذب، وهو بعدين هو هيجي كمطور وهيجيب لي ناس تانية، فانا النهارده كله مرتبط ببعضه. ده انت كمان عملت حاجه مهمه كدوله، انا اسف السفير، انك انت يمكن ربطت البلد ببعضها. صحيح. يعني النهارده القطار الكهربي السريع اللي بياخد في اقل من نص ساعه من العالمين للعين السخنه للعاصمه الاداريه ويروح لاسوان في ساعه ونص، اللي هو القطار العادي التقليدي بياخدها في 14 ساعه. فانت النهارده انت كمان مش فكر مدن بس، يمكن تقول حاجه مهمه شنو ده، ان انت عملت بنيه تحتيه متكامله، طورت المواني، ربطت البلد شرقها بغربها وشمالها بجنوبها. هي بس يمكن الناس شويه هي دي كلها هدايا الجيل المستقبل على فكره، هي الناس عشان الضغطه اللي احنا لكن يمكن احنا مقدرين ان الناس انت يمكن عملت حاجات بتتعمل في العالمين. العالمين الطيران شغال كل يوم ثلاث في اشتغل خلاص اوريدي. يعني طياره مصر للطيران من القاهره للعالمين لمطار العالمين كل يوم ثلاث، ده بدايه. ده بدايه طبعا ولسه فانت فاهم حضرتك ازاي كل شغال في وقت واحد. طبعا احنا النهضه اللي اتحصلت دي ما يقدرهاش غير الراجل المثقف، عشان نبقى صادقين. يعني احنا فاكرين العالمين كانت ايه يا جماعه؟ ده كانت مقابر 2 مليون نجاح العالمين بس يا فندم. انت اتكلم يعني افتح بقى العالمين والعاصمه الاداريه ودمياط النهارده بنتكلم في شرق العوينات واللي حصل. يعني انت النهارده عندك في الصعيد عندك اسيوط الجديده دي مدينه برضو مدينه سواج الجديده اسوان الجديده كل دي مدن جيل رابع برضو بتتعمل. هو كمان سياده مشار لما جه فتح معايا موضوع اسكندريه، هو احنا النهارده بنتكلم على ساحل البحر المتوسط الذي يبدا من العريش من حدود مصر مرورا بالعريش وبورسعيد وتطوير بورسعيد ودمياط الجديدة ثم المنصورة الجديدة وصولا إلى الإسكندرية والساحل الشمالي. فأنا مفروض الساحل ده كله عندي ده تشغيل بالعمق بتاعه بقى اللي جوه. صحيح. يعني عندما يكتمل هذا المشهد بالتأكيد حياتنا احنا كلنا هتغير. فهي فكرة بس المنظور التقليدي، بس المنظور التقليدي معلش عفوا ان انا بقطع كلامكم برضه عشان الناس تبقى فاهمة معانا، هو المنظور التقليدي مفروض يتغير عند المواطن وعند الدولة. صحيح. يعني عند الاثنين متفقين معايا في الحته دي يا استاذ احمد. تغييره يعني عند المواطن حضرتك ده دور الاعلام حقيقي طبعا. والاعلام لازم يستمر، لان بقول لحضرتك احنا كطبقه مثقفين نعي تماما دور الدوله واللي بتعمله وبصراحه سعداء بيه، لكن في طبقه تانية محتاجه ان انت تديها توعيه مستمره وثقافه مستمره عشان يعي اللي هو بيشوفه. وازاي تدور على شغل غير تقليدي؟ ممكن واحد يقول لك ايه انا مش لاقي شغل. بالظبط. طب انت امكانياتك ايه؟ ما انت ممكن امكانياتك محتاج تطورها عشان تلاقي فرصه ايا إن كان انت مين. صحيح. من عامل او حرفي لراجل لدكتور لطبيب بردك. ما كله محتاج ينمي نفسه يعني. ما هيش ما تتوقفش على مهنه معينه. تمام. تنميه ده شيء وجوبي، وبعدين احنا في تسارع. ايوه احنا كل يوم حضرتك في اجدد واهم. صحيح. واللي ما ينميش من نفسه ويتطور من نفسه هيتخلف جامد قوي. دي حقيقه يعني. تمام استاذ مصطفى. استاذ احمد برضو عايز اكمل كلامي معاك في النقطه بتاعت احنا ممكن نجني ثمار ده مع الاجراءات اللي قالها لنا استاذ مصطفى والحاجات اللي بتدرسها الدوله في خلال قد ايه؟ يعني انا في ازمه عالميه دلوقتي وعندي ازمه دولار، اقدر ان انا في خلال سنه لو تمت اجراءات يعني ده اقل بكده بكتير. انت عندك رغبه، يعني انا بقول لحضرتك انت عندك 12 مليون لاجئ، يعني تقدر تقول مثلا في حوالي مثلا مش اقل من 6 او 7 مليون اسره داخل مصر من جنسات مختلفه. عندهم رغبه قويه جدا جدا النهارده ان هم يتملكوا عقار مقابل وعندهم استثمارات يقدروا يستثمروا بيخشوا في مجالات خارجيا. لا طبعا انت النهارده هي الفكره اللي بره بيتعامل مع مصر مش منظور ان هو جاي بلد بشكل منفرد. انت النهارده منصه
للانطلاق لسوق افريقي ب 2 مليار نسمه. انت النهارده لما هو يكون موجود يعني انت النهارده لما عملت المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس انت بتسمع النهارده استاذ شنوده عن استثمارات لاول مره تكون موجوده في مصر. يعني صناعات سيارات، صناعات منسوجات، الطاقه الخضراء، الطاقه الخضراء وخلافه. الناس دي انه يجي يقعد في مصر ويفتح ياسس مصنع او شركه ويستثمر في مصر ويصدر من مصر لافريقيا اوفر بكتير عليه النهارده من ان هو يروح لدول افريقيه ممكن تكون معايير الامن او السلامه او الاستقرار السياسي مش حلوه فيه. حلو، ما احنا بنسمع وعايشين انت بتشوف النهارده. فبالتالي النهارده انا بس عايز اقول حاجه مهمه. يمكن المواطن سات سفير برضو مش عايز الومه قوي، لان انت حاله التنميه اللي عملتها في البلد في 10 سنين او 8 سنين بتعملها دول تانية اقوى منك اقتصاديا كتير جدا في عشرات السنين. ده صحيح. فالنهارده المواطن بقى مش مستوعب. انت النهارده بتنام وتصحى بتلاقي في كوبري اتعمل، في طريقه عمل، في مصنع اتفتح، لكن في مدينه خلصت، في مدينه خلصت. وحاجه تانية معلش انا اسف بمنتهى الصراحه، احنا طول الوقت كمصريين ثقافتنا بنقيس التنميه انا مرتبي زاد قد ايه والسلع واسعارها اسعارها ايه، لكن ما كنتش بعرف ان التنميه يعني طريق كويس امشي عليه. النهارده حضرتك تصنيف مصر عالميا في حوادث الطرق انخفض قد ايه؟ صحيح. النهارده الطاقه والكهرباء اللي كنت عندك مشاكل فيها، النهارده التنوع اللي حصل فيها وبقى عندي طاقه خضراء، محطه بنبان في اسوان، طاقه الرياح، النهارده احنا بنعمل واحده من اكبر محطات انتاج الكهرباء من الرياح في سوهاج. ايوه. تطوير الصعيد، المحاور العرضيه اللي اتعملت، مشروعات صغيره ومتوسطه، مشروع منون نص فدان، الدلتا الجديده، مشروع توشكا اللي كان حلم من التسعينات ومات واتدفن وحياه. شوف النهارده اتعمل في ايه. بس انت محتاج، وعشان كده دايما انت قلت حاجه مهمه وانت بتقول نشط الاخبار يا استاذ شنوده، الرئيس دايما والنهارده في الكليه الحربيه او في اي وقت الرئيس نجح في اللي كتير جدا ما قدرش ينجح فيه، انه حاله الحوار اللي سيادته اسس ليها مع المواطن، والنهارده بيتكلم بالارقام في كل شيء، بيعرف يوصل للمواطن البسيط. بس النهارده هو الرئيس مش مطالب في كل حاجه يطلع يتكلم. طبعا النهارده عندك، وده بقى دور الاعلام. الاعلام لازم شويه يبقى زي حضرتك بشكل حاله التنوير دي، انه يوصل ببساطه وبالبلدي للمواطن، يعرفه ويوضحه. المصريين الصدق يعني بالزبط. هو الصدق هو الحقيقه، الصدق والحقيقه والرؤى الحقيقيه اللي هي على ارض الواقع، على ارض الواقع. يعني دي صحيح. يعني هي طبعا مع النجاحات اللي تمت دي، بس ايه في حقيقه الامر احنا يعني قابلنا جزء ما لناش دخل فيه اللي هي الحرب الاوكرانيه الروسيه اللي هو ارتفاع الاسعار العالمي وكورونا وتوقف كثير من المصانع خارج مصر مش داخل مصر، وبالتالي كانت عناصر الانتاج سلاسل الامداد توقفت والسعر بتاعها عالي. الفاتوره دي المواطن حس بيها، بقى عنده غلاء. للأسف الطبقة اللي هي مجهلة بقت بتحمل الغلاء دون على القيادة السياسية والحكومة، وده ما هوش حقيقة. دي الفاتورة دي احنا لفينا وبنطلع نسافر بره دلوقتي وبنروح ونيجي، عارفين ان الثمن بره اكتر من كده بكتير. يعني اول لما عرفت من اوائل الدول اللي هي خلت ما تقدرش تاخد غير بس ازازتين زيت، ولا كانت إزازة مش فاكر إزازتين، أسبانيا باين، لا ألمانيا أو ألمانيا بلد متقدمة وصناعية وعندها دخول عالية وعندها دخول عالية. فدي ناس بتاعي بقى. إحنا عندنا كارثة تاني بقى، مش عايز أقطع كلام حضرتك، أنا عايز أقول مش عايز أظلم المواطن قوي. هو فعلا ابتدى يحس أن الفاتورة عالية عليه، بس هذا مش ما هوش ده الثمن اللي اتعمل. نفسنا نفرق ونفسنا نقلل من الزيادات السكانية اللي بتبتلع. طب إحنا الدنيا غالية علينا، طب إحنا بنزيد ليه؟ المفروض ان انا اقل. استاذ شنوده المواطن المصري عنده ثقافه معينه مش هتوقع. العيل بيجي برزق، اللي هي اول حاجه ان تعلى البطون وتكتر الليل. ما هي دي كارثه. الحتتين دول فعلا يعني قادرين انهم يدمروا اي حد. عشان ان كل جنيه الدوله بتصرفه في مشكله التوعيه او برامج التوعيه السكانيه والكلام ده بيوفر على الدوله 151 جنيه ترجع تصرفهم تاني في طرق وصحه وتعليم. احنا برضو عندنا يعني غول بيلتهب كل اللي احنا بنتكلم فيه. هو التحديات اللي تمت في الفتره الخمس سنين اللي فاتت دي كانت تحديات قويه جدا. الانجازات اللي حصلت فيها تكاد فعلا تكون يعني في الحلم والخيال، لو اتقالت ما كانتش حدش هيصدقها. انا عايز برضو يعني اعرض من حضرتك في الاخر النقطه اللي حضرتك اتكلمت عليها بتاعه الوثيقه اللي بتضمن للمستثمر ومدى اهميتها، توضيح تاني من حضرتك قبل ما احنا يعني ننهي حلقتنا كده. تمام يا فندم. طبعا احنا يهمنا جذب المستثمرين مش في القطاع العقاري فقط. اي مستثمر عايز يخش مصر علشان يضمن ان هو يدخل فلوس بتاعته ما يبقاش راس ماله يتاكل، بنعرض على محافظ البنك المركزي مشروع وثيقه ضمان المستثمر الاجنبي. الوثيقه دي بتقول ان هو راس المال اللي داخل فيه فقط اول مره يبقى مضمون بعدد الوحدات الدولاريه اللي هيخش بيها، لو حب يخرج بعد سنه
مش في خلال السنة، بياخد عدد الوحدات دي ولمدة 5 سنين يفضل مضمون، أما أرباحه اللي هو بيشتغل بيها فتعامل معاملة عادية من سعر جزئية الصرف. الأرباح جزئية الأرباح تعامل في سعر الصرف العادي. تمام. التركيبة الصغيرة دي ممكن تدلنا كم كبير قوي من المستثمرين اللي هم واقفين على البوابة بره مش عايزين يخشوا، وفي نفس الوقت هترفع اللي هو تظبط ميزان التجاري عندنا وميزان المدفوعات بطريقة رهيبة، ويخش قدر كبير جدا جدا دولارات البنك المركزي بدون تحميل فوائد عليها أو قروض، وهي طريقة غير مباشرة لزيادة العوائد للبنك المركزي من العملة الدولارية. بالضبط كده، النقد الأجنبي هرتفع بطريقة رهيبة. ما فيش مستثمر بيخش مثلا بمليون، يعني عشانك تبقى عارف، يعني اقل مستثمر بيخش بمليار. فدين اذا كنا بندور على تصدير عقار فدين اكتر من تصدير العقار مليون مره، ومش في قطاع واحد عقاري، وكل القطاعات الصناعيه. كل القطاعات الثانيه. طيب استاذ احمد، احنا بجانب الحاجات اللي الدوله عاملاها اللي هي ال 14 مدينه الجديده والعلمين والعاصمه، هل لسه ما زالت عندنا مناطق بكر؟ مش هقول الدوله، اكيد الدوله حاطه لها خطه، بس هل ما زالت عندنا مناطق نقدر نروح لها وتبقى عوامل جذب سياحي سريع اطور فيها بسرعه ويبان كتطوير عقاري يعني او عمراني؟ لسه الدوله ما راحتش. خليني اقول لك حاجه مهمه يا استاذ شنوده، انه الدوله لما جت تشتغل على ملف التنميه العمرانيه في شقين، شق اللي هو متعلق بتوفير العقار الفئات محدوده الدخل، اللي هو بقى تطوير العشوائيات واسكان اجتماعي ومتوسط الدخل بالمستويات. لكن لما تيجي تتكلم بس برضه الناس كانت بتقول لك ايه، انه ده بيكلف موازنه الدوله وايه لازمته والكلام ده. لا، انت النهارده في حاجه اسمها دي اتعملت عشان الاستثمار وتشجيع الاستثمار، ايه بقى العاصمه والعلمين والجلاله والكلام ده كله. فبالتالي النهارده الدوله اشتغلت على المحورين، دورها او واجبها كدوله وحق المواطن دستوريا انه يلاقي مسكن ملائم، وده توفر في المشاريع الاسكان اللي الدوله بتعملها وقت المجتمعات العمرانيه، وده كان حلم طبعا. النهارده انت كده اشتري واحده، احنا تغربنا في حياتنا بخمس ست سنين عشان نجيب وحده نشتري شقه. هو دلوقتي المواطن بقى بالنسبه له في المتناول، ويقدر كمان يبقى ياخدها بضمان البنك وبتسهيلات توصل لو انت عايز تاخد ارض وتبني بيت ليك ولاولادك في فكره الاراضي، يعني السبل ما كانتش موجوده قبل كده في الحياه. الشق الثاني بقى شق الاستثمار والتنميه العمرانيه، لكن انا عايز اقول لك التحدي القوي امامنا هو حاجه واحده، ان انت ازاي تسوق للي انت عملته بره لو انت عايز تنجح تصدير عقار او تنجح الاستثمار بشكل عام. صحيح. يعني لو ضربنا مثلا ان حضرتك مستثمر بره، انت هتعرف منين في ظل كل هذا الكم الهائل من الدول اللي بتعرض على حضرتك كل يوم فرص استثماريه يا استاذ شنوده، ان دوله زي مصر اتحصل فيها التطوير اللي حصل في المواني، شبكه الطرق، الطاقه، استقرار سعر الصرف، التنميه اللي انت محتاج اتكلم بره يا فندم؟ طبعا انت محتاج تطلع بره، انت محتاج تطلع بره وتعمل اصاب الهدف. اصاب الهدف فعلا. احنا اتكلمنا مع وزير الاسكان وبنتكلم زينا، بنقول انا عايزين نعمل منصه يتحط عليها القطاع كله، سواء بتاع وزارة الإسكان أو القطاع الخاص، المنصة دي تبقى في متناول كل واحد على الموبايل، سواء بقى بمعارض على الموبايل تجهيز لمؤتمر على ما أعتقد للترويج صحيح، وممكن على هامش فعاليات دولية فعلاً. على هامش فعاليات دولية سواء جوه مصر أو بره مصر، ما فيش ما يمنع أن أنا يبقى لي مصر في الدولة دي هعمل كذا واستغل الحدث ده وأعمل كذا وأعمل كذا. لا، احنا لغاية دلوقتي ما عندناش منصة عقارية تقدر تحط عليها كل وحداتك، يبقى اللي قاعد في ألمانيا ولا في فرنسا يفتح كده زي ما احنا في كل الدول على فكرة، يضرب كده عايز شقة في الحتة الفلانية مساحتها كذا في لندن ألاقيها، أنا ما عنديش في مصر لسه كده هو. ودي متاحة في دول كتير. كل دول العربية. العالم. دبي موجودة. وتعمل تحويلاتك للعمليات الشراء والبيع وانت قاعد في بلدك. قاعد. لا، وانا دلوقتي داخل كمان في بنوك رقمية وحاجات وبتاع. دي لو اتعملت هتفرق جامد قوي، بس لازم تعملها جهة حكومية زي وزارة الإسكان تقوم بيها، تتعمل بمنصة صحيحة وقوية، ده جزء من تصدير العقار بمنتهى السهولة. بالنسبه للمدن بقى اللي حضرتك فيه، مناطق نعملها مدن جديده، في نوع من السياحه لسه احنا هندخل نتعامل مع اللي هي السياحه الاستشفائيه. ما لسه كنت اسال حضرتك على النقطه دي. سيوة. ايوه، والواحات والحاجات دي برضو عندنا. طبعًا. لو في نقطه تانية والفيوم. مناطق كتيره. ما استفدناش من الفيوم حاجه. انا بتكلم ان في عندنا نوع تاني ما دخلناش فيه. مصر كلها خير على فكره، بس محتاجة سواعد أبنائها فعلا تشتغل جامد. لازم نشتغل ولا نتوقف، لازم يبقى عندنا رؤية وعندنا أمل، لازم نبقى داعمين للقيادة بتاعتنا أننا شايفين أنها صح، ما نعودش نقدم فيها. إحنا كمان كل الناس بصلنا مرة ومستثمرين واقفين على الأبواب. طب ليه مستثمرين جوه ما بيخشوش؟ يعني ليه مستثمرين الداخل لما يشجعوا، هم ليهم علاقات بمستثمرين برة أو في حاجات بيساعدوا يا فندم؟ والله بيشجعوا. لا يعني أنا قصدي ما يروحوش لحتت زي الواحات زي الفيوم زي في نظام شغال
مجال دلوقتي ساعه السفير عالميا في الاستثمار اسمه الاستثمار بالشير. بمعنى ايه؟ الاستاذ شنودة مثلا حد شاطر قوي في موضوع الاستثمار والترويج، تمام، فيجيب مستثمر من بره يقول له تعالى استثمر في مصر مثلا في القطاع العقاري. فالدوله بتقول في الحاله دي لو انت جبت لي كالاستاذ شنودة كمستثمر انا هديك شير من راس المال او من الصفقه دي بكد كده. ده شغال عليه دبي على سبيل المثال. هي الفكره كلها والتحدي زي ما قلت لحضرتك، انت محتاج تسوق لفرص الاستثمار عندك. تطلع بره تشوف، يعني تقول اللي بره انت عندك ايه. يعني انا كمستثمر هكسب ايه لما اجي عند حضرتك واروح ايه هتستفيدوا عني بالظبط. هو ده التحدي، هو ده التحدي. بجانب بقى حاجات كتيره جدا كانت اجراءات تشريعيه وبيروقراطيه بتعيق الموضوع ده. محتاج ان انت تتجاوب مع، لان الاستثمار زي ما بقول لك هو سلعه، عرض وطلب. ما ينفعش تربطه بقوانين وتشريعات، تنظمه لكن ما تبقاش هي العائق الاول، ويبقى في قدر من المرونه يتفق مع المستجدات طبعا. قدر من المرونه اكيد. طيب سياده مشرف، يعني اخيرا حضرتك اتكلمت عن موضوع الوثيقه، في نقطه ثانيه حضرتك عايز تقولها لنا مهمه نركز عليها او يبقى قدام الناس القائمين على اتخاذ هذا القرار؟ أنا عايز الجزئية ما بتخصش القطاع العقاري فقط، الأطروحة دي لكل الصناعات. أتمنى أن هو محافظ البنك المركزي يتناولها فعلا ويدرسها محل الدراسة، لأن لو عملها من النهاردة من بكرة هيلاقي مستثمرين داخلين يحطوا دولارات عنده. تمام. فبالتالي إحنا في أشد الاحتياج للقرار دون، في أشد الاحتياج أننا للإعلام يشتغل عليها. أنتوا القناة الوحيدة اللي على فكرة تناولتوها، ما فيش أي قناة تانية تناولتها قبل كده. محتاجين ان هو يتناولوها بجديه. تمام. علشان احنا كل تاخير في خساره. طبعا يعني واحنا مش في عرض، يعني احنا في عرض دولار. صحيح. مش في عرض، يعني محتاجين الدنيا. صحيح. استاذ احمد برضو بخبرتك شايف ان احنا محتاجين ايه عشان ننجد في هذا الملف؟ في ملف تصدير العقار ولا ملف تصدير العقار، ملف تصدير العقار 1-2-3 مثلا. اول حاجه محتاج يتم انشاء هيئه. صح. او يعني هيئه مستقله معنيه بملف تصدير العقار، تكون فيها الوزارات كلها، تكون فيها الوزارات كلها زي ما قال سياده المشار، غرفه صندوق تطوير العقار عمل معنيه بهذا كل الجهات. بس ويكون ليها استاذ شنودة كل الصلاحيات الكامله، وتكون تابعه ولايه للسيد الرئيس مباشره، وتحاسب طبعا. ما هي فيها الجهات دي كلها بالظبط، والنهارده تديها كل الصلاحيات اللي تمكنها ان هي تخرج بره تبيع مناخ الاستثمار العقاري في مصر. تعالوا يا جماعه شوفوا مصر. يعني انت عندك النهارده مثلا احد الاليات المهمه جدا انت لحد النهارده مش قادر تاثر فيها، فكره المعارض العقاري. صحيح. يعني لما بتعمل معرض عقاري بره مثلا في السعوديه او في الكويت يمكن واقفه بقى لها فتره، او في الدول اي اقليميا، بتلاقي بس المصريين هم اللي بييجوا يشتروا. تمام. وبيشتروا بايه؟ بيشتروا بالجنيه. وده مش تصدير عقار. صح. فانت محتاج اليه زي اليه المعارض العقاريه دي حضرتك النهارده انت محتاج تشتغل عليها بقوه. عايز اللي في اوروبا واللي في امريكا. انا عشان اكسر الحته دي خطبت قلت انا عايز وزاره الخارجيه تفتح السفارات بتاعت ايام العطلات اللي هو السبت والحد، تشتغل على وتعمل مصدر ثقه. برافو عليك جدا. يفتحوا يعملوا هم المعارض داخل حديقه السفاره يوم السبت والحد ويعلنوا بيها، وبالتالي مش هتبقى في تكلفه. ثاني حاجه هتبقى في مصداقيه اللي هي اهم حاجه فعلا، نقطه المصداقيه. ثالث حاجه حضرتك هنبقى عملنا انتشار كامل لاننا عندنا سفارات في كل شبر في حوالينا. تمام. سياده المستشار اسامه سعد الدين الرئيس التنفيذي لغرفه صناعه التطوير العقاري شرفتنا. شكرا جزيلا لحضرتك. استاذ احمد ابو علي الباحث والمحلل الاقتصادي شرفتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا زي ما بناكد لحضراتكم سوق العمل بيتغير ومتطلبات سوق العمل بتتغير، والفكره التقليديه بتاعت مصنع والكلام ده كله موجوده، بس في مجالات اخرى قادره الدوله المصريه انها تستثمر فيها زي العقارات وتصدرها، ويجي ناس يشتروا عندي عقارات من مختلف الجنسيات، مش مصريين ولا عرب بس واجانب وكل الناس، عشان اساعد بلدي بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره. دايما برنامجنا في النور في جديد، بكره قبل دلوقتي بساعتين وربع 9 بالظبط يتجدد معاكم اللقاء اليومي برنامج في النور. تصبحوا على الف خير.